هذول مصاحف، هذا القرآن شلون محروم، On October 13th, 2012, Aleppo's Umayyad Mosque, a UNESCO World Heritage Site and one of the oldest mosques in the world, suffered extensive fire and structural damage during fierce fighting between Bashar al-Assad's forces and the Free Syrian Army. At the time this footage was shot, the Free Syrian Army was in control of the mosque. However, Assad's forces continue to closely monitor their opponents' movements, and the tides could turn in an instant. لأنه جامع أموي، لأنه الشيعة بكرهوا الأمويين ولذلك خربوا الجامع. While the majority of Assad's forces are Shiites, the FSA is composed of mostly Sunnis. President al-Assad publicly committed to restore the mosque following the destruction. However, on April 25th, 2013, the mosque's minaret was destroyed in yet another battle. تبلغ من العمر 1400 عام وهي الوحيدة من البقية الباقية من العصر الأموي. دمرها النظام انتقاما من المسلمين. ودمر الحجازية مصلى النساء. وأحرق المصاحف انتقاما. Several members of the FSA and the Islamic Council made damning allegations against the Assad army. They accused the regime of allegedly harming women and children. مش الحين غرورهم بيحبسوا الولاد الصغير ما بيطلعوا له امه لحتى يغتصبوا ولا ياخذوا حاجه منه. غير انه كانوا محجبات. اطفال صغار. مشان ما يكتشفوا اثار الجريمه الاولاد والنسوان ما بيعجبون. نحن ما شفنا تسريبات من بعضهم انه دفنوا جثث نساء مغتصبات واولاد وهيك شغلات يعني جنود من جنود جيش الحرب دفنوهم. الشمالي الغربي يوجد مقبرة للنساء التي تم اغتصابهن مدفونات في هذا المكان، ويوجد أيضا بقايا أطفال جثث أطفال في الداخل قد تم اغتصابهن من قبل النظام المجرم. مأذنة الجامع الأموي الكبير الذي اتهموا فيها المجاهدين والثوار، ونحن براءة من هكذا اتهام، فلقد دمروا هذه المأذنة كما دمروا غيرها من المآذن ودنسوا المصاحف وتعدوا على الأعراض، فقاتلهم الله أن يؤفكون. السكان ماشي عن جنود لا تدش كانوا يثاوي جوا الجامع. اسمع كانوا يرتكبوا المعاصي ويسكروا ويخربوا بالمعالم الإسلامية والدينية ويرتكبوا الفحشاء في قلب الجوامع، الجامع الأممي بالشام والجامع الكبير في حلب كمان، الجامع بني أمية بحلب. When you heard that Assad destroyed the minaret of the Grand Mosque, did that upset you? سوريا بكاملها الآن جريحة. هدم لنا 3 ملايين منزل، 10 أضعاف سوريا من 100 عام. ألا يجب علينا الخروج الجهادي في سبيل الله ردا لهذا الظالم ابن الظالم؟ نحن المجاهدون السوريين قد بعنا أرواحنا لله وما بخلنا، بسم الله كبرنا وخضنا بحار الموت وما وجلنا، فقولوا للعالم أجمع نحن لغير الله لن نركع. تكبير الله أكبر.